تتذكرون أن نتنياهو بعد حرب غزة الأخيرة كان مغتاظ جدا من قطر، واتهمها بأنها تمول الإرهاب، وهذه كانت أول تهمة يعني توجه لقطر بتمويل الإرهاب. التقطتها هذه الأنظمة اليوم التي تكررها، وأنشأت حلف سمي دول مكافحة الإرهاب أو الدول المطالبة ب دول الحصار، هي دول الحصار، لا لا، هي تسمي نفسها دول مكافحة الإرهاب، نفسها زي ما يسمي دول الحصار. أنا أعتقد أن في النظام المصري يدرك أنه يقوم بأعمال عبثية، وهذه الأعمال العبثية تسيء لقيم الدولة، وكما قال الدكتور زوبع هذه مرحلة تعبر عن انحطاط الدول. لكن السيسي له أجندة، من الواضح أنه عندما يغرق خصومه في محاكمات وهو تعوزه في حقيقة الأمر يعني دواعي هذه المحاكمات، لهذا يتهم مرسي بالتخابر مع حماس، بالتخابر مع قطر، يمكن أيضا أن يتهمها يتهم مرسي بكثرة التردد على مكة المكرمة لأداء العمرة، وهذا قد يحدث، لأنه لماذا يذهب إلى مكة أكثر من مرة؟ هناك ما يعملش العمرة مثلا في دبي ولا بالضبط؟ لماذا لا يعمل العمرة في دبي؟ صحيح. مرسي يعني هو يريد أن يغرق خصومه في سلسلة من المحاكمات العبثية، تنتهي الفترة الرئاسية، يدخل في فترة رئاسية أخرى، ينسى الشعب المصري أنه في شرعية أصلا، وأن هناك رئيس شرعي فعلا يجب أن يعود إلى منصبه لكي تعود الأمور إلى طبيعتها في مصر. هذا النوع من الإغراق في المحاكمات، ولو كان على حساب طبعا قيام العدالة والقضاء والديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم المحترمة في العالم، ولكنها تحقق غرض واحد بالنسبة للسيسي. وفي نهاية المطاف السيسي وداعميه ربما اليوم لم يعودوا يتقيدوا بهذه القيم وبهذه المعاني، مستعدين يعملوا أي شيء. يعني الذي قتل 2000 شخص دفعة واحدة في فض اعتصامة سلمية مستعد أن يعمل أشياء كثيرة من هذا النوع. ويكفي مثلا أنه حكم إعدام صدر خفف فيما بعد إلى حكم مؤبد فيما يتعلق بالتخابر مع حماس. هذا هو يدرك تماما أنه لا أساس موضوعي لهذه التهم. هو الآن بيتخابر مع حماس، هو الآن مصدر حماس في القاهرة، ولكنه ذكي جدا، هو يتخابر مع حماس عن طريق النقطة، ليست فقط في إغراق الخصوم يا أستاذي.